السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مفهوم العبادة في حديث جامع رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، أو قال: من يحفظ عني هذه الكلمات فيتعلمهن أو يعلمهن من يعمل بهن. فسيدنا أبو هريرة يسكت، يقول: قلت أنا يا رسول الله. ما حدش فرصة لحد قال أنا أحفظه. فقال: فأمسك بيدي وعد خمسا، ثم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يبقى أعبد، أغنى، ده دول في دائرة أحمد، أحسن، أجود. عايز دائرة الإحسان، الحديث ده بيشرح الإيمان والإحسان والإسلام في دوائره الثلاثة. يبقى الاثنين الأولانيين اللي عايز تعرف أنت من أهل الإحسان، عارف مين أحسن واحد فينا عابد؟ مش اللي صلى ألف ركعة، اللي اتقى الله في معصية. اتقي المحارم، إيه؟ قول لي تكن أعبد الناس. مين أعبد الناس؟ اللي مش في الشارع غض بصره، ها، ولا اللي صلى 100 ركعة؟ اللي أكثرنا بعدا عن المعاصي. وارضى بما قسم الله لك، ها، تكن أغنى الناس. يبقى مش هتفتقر أبدا. قال لي أن الرضا والقناعة بالمقسوم يا أولاد كنز من كنوز الله، يملأ به قلب العبد غنى. ولذلك يقول إيه؟ يقول لك: من قال رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 3 مرات كان حقا على الله أن يرضيه. يبقى الرضا بالمقسوم ده إيه؟ سبيل من سبل الغنى. وليمكن سيدنا النبي يقول كان أغنى الناس، ليمكن سيدنا النبي يقول كان أغنى الناس وتعيش فقير أبدا. لازم ربنا يفتح لك باب الغنى. تعرف ربنا لو عطالك القليل ورضيت به سيملأه بركة، وستعيش يوم القيامة، وستعيش بين الناس لا تحتاج إلى أحد. هو مين الغني ومين الفقير؟ يعني إيه غني وفقير؟ قال: الغني اللي معاه فلوس كتيرة. قلت له: أنت مش فاهم حاجة خالص. الغني هو المكتفي بما أعطاه الله، الراضي بما قسم الله. الراضي بما إيه؟ بما قسم له الله. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن إيه؟ أغنى الناس. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. هننزل بقى من دوائر الإحسان. أقل درجات الإيمان إنك تكرم جارك. ما قالش وأكرم جارك، قال أحسن إلى جارك. يعني إيه؟ يعني هو يشتمك وانت تكرمه، هو يحسدك وانت ترحمه لانه ما يعرفش. يعني دايما تعلق يافطة على باب البيت وانت طالع، وانت رايح تقابل جارك تقول: رب اهد قومي فانهم لا يعلمون. هو يكبلك على باب بيتك مخلفاته وانت تشيلها وتقول: ربنا ياخد بيده، الله يعينه على نفسه، الله يهديه زي ما هدانا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن العوائد التي لا تليق بأهل المحبة، الناس اللي هيظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل إلا ظل، إنك أنت تستعمل، يكون مثلا في بيوتنا الجديدة اللي احنا بنعيشها دي البيتين بينهم حائط واحد. ممكن تلاقي عمارة أنت وجارك شقتين بينهم حائط واحد، صوتك مسموع، بتيجي مشغل له التلفزيون والتسجيل والنت والعيال والناس عندها شغل الصبح، ولو بس قال لك: يا استاذ لو سمحت اطفي التسجيل علشان خاطر عايز انام. ازاي؟ كل واحد حر في بيته. وده من الايمان، عشان ما رحناش المسجد وجلسنا اهل الله، عشان احنا ما عرفناش سيدنا، وتقوم معركه محترمه ونطلع على الاسم وفي الاخر فعلا صحيح كل واحد حر في بيته. بس دي حرية الأحرار، إنما حرية الأبرار خاضعة لشرع الله.
فرق كبير جدا بين حريه الاحرار بتاع الجماعه اللي عايزين يعملوا اللي هم عايزينه ويتحرروا من قيود الشريعه ومن ضوابط الحق في التعامل مع الخلق، وانك انت حر في صياغه عبد. لا انتش حر على الاطلاق، انت حريتك في عبوديتك، انك بتكرم هذا الجار لان الله يراني، لان الله يسمعني. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أقل درجات الحكاية، مش عايزين منك حاجة لا إحسان ولا إيمان يا عم، عايزينك بس إنك تحب جواك، تتمنى للناس الخير زي ما بتتمنى النفس. مش يكون ابنك في المدرسة وابنه في المدرسة طول النهار والليل تدعي إن ربنا ينجح ابنك على ابنه، ما نتمنى لابنه وابني ينجح. إيه المش هو لما ابنه ينجح وابنك تنجح، أنت هتاخد حاجة بنتك، أنت هتتجوز قبل بنته. نفسي انا بنتي تتجوز قبل بنته، وبنتي مش عارف تعمل ايه ده. ما لماذا تركنا مساحه للشياطين تستحوذ على اهم الجواهر الربانيه التي استودع الله قلوبنا يا عباد الله. واحسن الى جارك تكن مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وبعدين وبعد ده كله، ده بقى ينبني على ارضيه الوقار. قال ايه بقى؟ ولا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. يعني يا رسول الله عايزنا نمشي منكدين كده ما نضحكش. قال تكثر. يعني ايه تكثر الضحك؟ يعني كلام فاضي كده، الواحد ما يبقاش تافه. عايز يقول للشباب ان كمال العبودية في المروءات، في مواطن الكرامة. الله يا الله يا مولانا، يا حسبنا وولينا، الله الله يا ذا الجلال، فلا تخيب ظننا وأغث مريدا قد أتى لهفانا. الله يا الله يا مولانا، يا حسبنا وولينا.